الكسكيطة والسيجار. رواية مسموعة بصوت كاتبها غني مهدي. الجزء الثالث. الكسكيطة الثالثة. لا شيء أخطر من صديق جاهل. جون دو لافونتين. بعد موت بومدين في ديسمبر 1978 قرر الجيش مرة أخرى من سيتولى رئاسة البلاد. الشعب لا زال ساذجا لا يحسن الاختيار. وقع الاختيار على العقيد شادلي بن جديد الذي كان قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران. بن جديد كان يحب الرياضة والسيارات الجميلة والغطس، حتى أنه كان يقضي جل وقته في السباحة ولعب التنس والاستجمام. بن جديد أتى على كل ما بناه بومدين فجعله جذاذا، فأوقف بناء القرى الفلاحية وقزم الشركات الكبيرة التي بناها بومدين بحجة أنها صعبة التسيير لكبار حجمها. بن جديد الذي أخفق في دراسته الابتدائية كما كتب في مذكراته كان لا يحب الكتب، فقام برفع التدعيم عن الكتاب وصرح بملء فيه. لا يمكن لكل مواطن جزائري أن يمتلك مكتبة في بيته. لكن في نفس الوقت أفرغ خزينة الدولة من 3 ملايير دولار في وقت قياسي. 3 ملايير كان بومدين قد أودعها في البنك المركزي لأوقات العسرة التي ستمر بها البلاد إذا ما انهارت أسعار البترول. لكن شادلي فضل استيراد الموز ومواد استهلاكية أخرى لربح محبات الشعب. في عهد هذا الرجل امتلأت السجون، وكل من نادى بالتغيير لمنظومة الحكم وجد نفسه وراء القضبان. لويزة حنون، علي يحيى عبد النور، سعيد سعدي، عبد الله جاب الله، عباسي مداني، علي بن حاج، كلهم قبعوا في سجون الشاذلي. في وقت هذا الكولونيل عذب مواطنون لحيازتهم جرائد ممنوعة تابعة للحزب الشيوعي. شاذلي بن جديد جعل من الجزائر بلدا تابعا للعالم المتأخر، يعيش على عاتق آبار البترول والأموال التي يقترضها من البنك العالمي بنسب خيالية أفقرت البلاد والعباد، وصارت الجزائر على فوهة بركان. في 5 أكتوبر 1988 انفجر البركان وخرج الآلاف من الشباب في شوارع العاصمة بهتافات شاذلي أساسان، وكما جرت العادة خرجت مدرعات الجيش وأطلقت الرصاص على المتظاهرين. الجنرال نزار الذي ينتمي لضباط فرنسا الذين فرضهم بومدين ورقاهم شاذلي إلى جنرالات برر قتل 500 شاب جزائري في تلك الأحداث قائلا: لم يكن بحوزتنا الرصاص المطاطي. تسارعت الأحداث، فقرر شاذلي الرضوخ لمطالب الشعب التي لم تكن تقتصر على الزيت والحليب فقط، بل كان الشعب متعطشا للحرية والكرامة. خرج الشباب إلى الشارع لوضع حد لغطرسة الحزب الواحد وضباط فرنسا الذين كانوا الحاكم الفعلي للجزائر. بعد أحداث أكتوبر 1988 عاشت الجزائر انفتاحا سياسيا لم تشهده دولة عربية من قبل، وخرجت للعلن أحزاب تمثل كل التيارات السياسية التي كانت تنشط في السرية، أحزاب يسارية وشيوعية وإسلامية اعتمدت وسمح لها بالمشاركة في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد. في سنة 1990 ولأول مرة منذ الاستقلال شاركت في الانتخابات البلدية والولائية كل الأحزاب الجديدة المعتمدة بعد السماح بالتعددية الحزبية في الجزائر. ومنذ ذلك الحين لم يعد حزب الأفلان يتحكم وحده في اللعبة السياسية الجزائرية. نظرية مورفي تنص على أن الأشياء التي من شأنها أن تتدهور سوف تتدهور. فاز الرقم 6 في معظم البلديات. يحكى أنه في نفس اليوم في بلدية بازر صخرة بمدينة العلمة شرق الجزائر فاز حصان في سباق الخيل يحمل رقم 6، لم يسبق له أن فاز بسباق واحد طيلة مشواره. حينما يبتسم لك الحظ تفرش لك كل السبل بل أزهر.
تدهورت أوضاع البلاد بعد الانفتاح السياسي المزعوم إلى درجة لم يكن يتوقعها أحد. الجزائر التي كانت ستدخل في ساحة الدول الديمقراطية دخلت في حرب ضروس لا يعلم خباياها أحد لحد الساعة. فبعد نجاح الفيس في الانتخابات البلدية زادته الانتخابات التشريعية قوة أكثر ليصبح أكبر حزب في الجزائر أمام الحزب العتيد الأفلان. في نفس الوقت الجيش أو الأبكم الكبير كما يسميه الفرنكوفونيون في الجزائر كان يعلم أن الفيس سوف تكون له الأغلبية في البرلمان. هكذا صرح الجنرال نزار لوسائل الإعلام الدولية بعد الفوز الساحق للفيس. الجيش لم يقبل بهذه الأغلبية الساحقة للحزب الإسلامي، هذه الأغلبية التي ستفتح للتيار الإسلامي أبواب قصر الرئاسة على مصراعيها. فزج بعباس مدني رئيس الفيس وعلي بن حاجر الرجل الثاني في الحزب في السجن، وزج بالبلاد في غياهب عشرية دموية ذهب ضحيتها قرابة 250,000 جزائري. رئيس الفيس الدكتور عباس مدني سياسي بارع التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني في الساعات الأولى وشارك في أولى العمليات العسكرية ضد المستعمر الفرنسي ليلة اندلاع ثورة التحرير في 1 نوفمبر 1954. عباسي أستاذ جامعي سجنه المستعمر الفرنسي أيام الاحتلال وسجنه الكولونيل شادلي بن جديد بعد الاستقلال، لذا كان يحظى بتقدير واحترام كبيرين في الساحة السياسية الجزائرية. ذراعه الأيمن علي بن حاج أستاذ في المستوى المتوسط محسوب على التيار السلفي، اشتهر بخطاباته النارية اللاذعة وشجاعته في نقد منظومة الحكم الفاسدة والمافيا السياسية المالية التي تتحكم في كل دواليب الدولة. عباسي مدني وبن حاج مكثا في السجن 12 سنة بتهمة التحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد، حكم نطقت به محكمة عسكرية ضد مدنيين. كان الحكم 12 سنة، قبع الرجلان في السجن 12 سنة دون نقصان. عباسي الذي قضى 19 عاما من عمره في السجن تحت حكم فرنسا مرة وتحت حكم ضباطها مرة أخرى قرر العيش في منفاه الاختيار في إمارة خليجية. بن حاج اختار البقاء في الجزائر تحت حراسة مشددة لرجال الأمن يتتبعون أثره ليل نهار. الرجل الذي دخل السجن متعصبا لرأيه خرج منه وهو شخص مغاير تماما. تعددت قراءاته في السجن ولم تقتصر على الكتب الدينية، ديكارت، جان جاك روسو فتح له آفاقا أخرى، فصارت تحاليله السياسية وأفكاره الناقدة لمنظومة الحكم أكثر واقعية مما كانت عليه من قبل. بن حاج خرج من السجن وهو سياسي محنك. جردت العدالة الجزائرية علي بن حاج بعد خروجه من السجن من كامل حقوقه المدنية، فصار ممنوعا من العمل، ممنوعا من النشاط السياسي، ممنوعا من الاشتراك في أي تجمع شعبي أو مظاهرة، ممنوعا حتى من بيع المعدنوس والدبشة والتوابل في السوق. الفيس حزب سياسي اخترقه بعض المخلصين، هكذا عرف الدكتور مراد هنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ يوما ما. مراد هنا متحصل على دكتوراه في الفيزياء النووية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعتبر من بين أحسن 10 جامعات في العالم، كما تحصل 64 باحثا من هذا المعهد على جائزة نوبل. في سنة 1979 هنأ الرئيس الشاذلي الطلاب المتفوقين في شهادة البكالوريا، كان من بين هؤلاء الشباب مراد الذي تحصل على الشهادة بتقدير جيد جدا. في 1983 نال مراد الشهادة العليا للدراسات تخصص فيزياء من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة. مراد كان الأول في دفعته، هذا ما سمح له بالحصول على منحة دراسية بالولايات المتحدة. في معهد ماساتشوستس بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية كانت هنا باحثا في فريق الدكتور سامويل تينك الحائز على جائزة نوبل للفيزياء، وبعد أن تحصل على شهادة الدكتوراه في أقل من سنتين في 1987 التحق بالمدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات بزوريخ في سويسرا التي تعتبر بدورها رائدة في مجال البحث العلمي. مرد هنا مع المئات من الدكاترة الذين ساندوا الفيس يدمرون النظرية التي كان يتداولها التيار الاستئصالي في الجزائر، ويبطل ما كتبه شفيق مصباح في كتابه الإشكالية الجزائرية عن أن الفيس لم يكن يملك نخبة وإطارات قادرة على تسيير دولة بحجم الجزائر.
بعد توقيف المسار الانتخابي في الجزائر ومنع الفيس من النشاط السياسي، ترأست هنا المكتب التنفيذي للفيس في الخارج مدة من الزمن، ثم تخلى عن هذا المنصب بعد خروج عباسي وبن حاج من السجن. لم يكن تعريف دهينا للفيس بعيدا عن الحقيقة. الكثير من كوادر هذا الحزب والذين ساهموا في إنشائه في الساعات الأولى كانوا قريبين من جهاز المخابرات. العديد منهم تحصل بعد إيقاف التجربة الديمقراطية في الجزائر على حقائب وزارية أو على مناصب سامية في الدولة. أحمد مراني أصبح وزيرا للشؤون الدينية، وسعيد قشي وزيرا للتكوين المهني. بن عزوز زبدة كان الرقم الثاني في الجبهات الإسلامية للإنقاذ، كان إماما لمسجد بحي ميشيل بالقرب من بجراح بالعاصمة الجزائرية، كان يعيش مع زوجتين أنجبتا له 10 أولاد، كانت حالته مزرية للغاية. عائلته الكبيرة كانت تعيش في غرفتين محاذيتين للمسجد، فكان أحباب ربي يتصدقون عليه بقليل من المال كل شهر. كان الناس يسمون بن عزوز شيخ كشك الجزائر لأنه كان كفيفا مثله، وبسبب خطبه النارية ضد السلطة في الجزائر. وبعد ظهور الفيس كان بن عزوز هو من يستلم الهدايا والإعانات التي كانت تصل إلى الفيس. لما منع الفيس وسجن قادته سافر إلى تركيا مع عائلته، حيث فتح هنالك شركة للتصدير والاستيراد، وفي نفس الوقت كان يمثل الفيس في العاصمة إسطنبول. هنالك فتحت السماء على الشيخ كشك، وفي 1995 التقى بمبعوثين من الرئيس الليبي، قدم له صكا $1,000,000. مرة أخرى تحصل على صك بمبلغ $40,000 أمضاه أبو عمار ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني. بن بلة تنازل له عن مكتبة في باريس لصالح الفيس. بن عزوز اليوم يعيش في فيلا ضخمة في منطقة ميشيل، ولكي لا يحس بأولاده بالضيق اشترى فيلا ثانية في حي الينابيع بالعاصمة الجزائرية. بن عزوز يملك اليوم شركة وفاء للورق. كان الدكتور الدهينة محقا في تعريفه لهذا الحزب. الكثير من الذين اخترقوا الفيس أصبحوا اليوم رجال أعمال خرجوا من العشرية السوداء التي ذاق فيها الشعب الجزائري الويلات، وهم يتربعون على ثروات طائلة. دعوها فإنها مأمورة. بهذه الذهنية سير أكبر حزب عرفته الجزائر بعد الاستقلال. شخصيتان كانتا تمثلان لوحدها الفيس في سياسته العامة. عباسي كان يمثل الحكمة والرزانة والخداع السياسي، وعلي بن حاج لا يؤمن إطلاقا بالديمقراطية، وكان يصرخ بأعلى صوته في كل التجمعات التي كان ينشطها في كل مدن الجزائر. لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. هكذا تقاسم الرجلان الأدوار في خطابهما السياسي، يد من حديد في قفاز من حرير. لكن المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات حالا دون وصول الفيس إلى الحكم رغم فوزه بكل الانتخابات التي شارك فيها. المخابرات كانت تعلم كل صغيرة وكبيرة تدور في مقر الفيس، حتى أن عباسي كان يهمس في أذن المحامي سيمزراق الذي نفته السلطات الفرنسية إلى بوركينا فاسو بعد أن اختلط الحابل بالنابل كلما أراد التحدث معه في أمور سرية داخل مقر الحزب. عدة مرات طلب منه التكلم بصوت منخفض لكي لا يسمعهما من هو في الطابق السفلي. جهاز المخابرات تابع الفيس منذ ولادته حتى أجهض حلمه في الوصول إلى الحكم. ألم يرسل مبعوثا خاصا ليهمس في أذن عباسي بأن الفيس على مرمى حجر من قصر الرئاسة؟ هذا التحفيز الخبيث جعل قادة الفيس لا تتنازل عن فكرة الإضراب العام الذي شل الحياة في العاصمة الجزائرية. هذا الإضراب الذي اتخذه العسكر ذريعة للبدء في استعمال القوة ضد مناصري الفيس. غابت الحكمة وسقط الحزب الإسلامي في فخ حيكت خيوطه في الغرفة السوداء، وعندما تغيب الحكمة فإنك تجعل من الصديق عدوا. كان الجيش يريد المواجهة مع مساندي الفيس. قادة الفيس قدم للجنرالات هدية على طبق من فضة.
كان الفيس يمثل المتنفس الوحيد للشعب الجزائري، الشعب الذي سئم من أكاذيب الجماعات الحاكمة التي تربعت على السلطة في البلاد منذ الاستقلال بقوة الدبابة والشرعية التاريخية. كما أن الشعب كره من مسلسل الانقلابات التي كانت أهم ميزة تميز بها نظام الحكم في الجزائر، بنبلة انقلب على الحكومة المؤقتة، بومدين انقلب على بنبلة، وضباط فرنسا انقلبوا على إرادة الشعب. لا جديد في الأفق. لكن عوض أن يتبنى الفيس التغيير اللاعنفي، خرجت منه جماعة لا تؤمن سوى بالعنف، جلهم من أفغان الجزائر ومن بقي من أتباع بوعلي مثل منصور ملياني وعز الدين باع. أفغان الجزائر قاموا بخلق شرطة إسلامية عنفت الشعب. كم من مرة ضرب شاب لأنه كان يتفسح في حديقة مع خطيبته؟ كم طلاب رموا بمادة الأسيد الحارقة لأنهم كانوا في خلوة غير شرعية؟ سعيد مخلوفي ضابط سابق في الجيش الجزائري كان لا يتخلى عن مسدسه أيام الإضراب، وكان ينادي للعصيان المدني حتى قبل منع الفيس. علي بن حاج رغم نقده اللاذع للسلطة كان يمنع سعيد مخلوفي من الدخول إلى المكتب الوطني لأنه كان يحمل السلاح. عباس مدني هو الآخر طلب من مخلوفي عدم زيارة المكتب الوطني قائل له: نحن نحارب النظام سياسيا وليس بلغة السلاح. هؤلاء المتطرفون هم الذين أسقطوا الفيس قبل أن يطيح به النظام. جهاز المخابرات وجد في هذه الفئة من السلفية الجهادية مفتاحا لتوقيف زحف الفيس نحو السلطة. هنا مربط الفرس. جهاز الاستعلامات كان قد اخترق هذه الجماعات خلال تواجدها في الجبال الأفغانية. إطار متقاعد كان يعمل في مطار العاصمة الجزائرية أكد له أنه شاهد شاحنات عسكرية تأتي لتقل المقاتلين العائدين من الجهاد في أفغانستان عند نزولهم من الطائرة إلى وجهة مجهولة. الجزائر أيامها كانت تقدم معلومات تستقيها من أفغان الجزائر لحليفها الاستراتيجي روسيا. عديدة هي التيارات التي كانت مهيكلة في الفيس، لكنها لا تؤمن بالنشاط السياسي، بل كانت تريد الدخول في مواجهة مسلحة مع النظام. لذا كانت في حوزة المخابرات قوائم بأسماء من يمكنهم تبني العمل المسلح في حالة منع الفيس. كثيرة هي الشهادات التي تتحدث عن وجود خنادق مجهزة في الجبال قبل توقيف المسار الانتخابي في الجزائر يوم 11 جانفي 1992. كما أن الهروب الجماعي لأكثر من 1200 سجين من سجن تازولت بولاية باتنا يوم 10 مارس 1994، هذا السجن الذي يعتبر من أحصن وأكبر السجون الجزائرية، يعتبره الكثيرون بمثابة الشرارة التي أشعلت الجزائر نارا ودمارا. سكان المنطقة لاحظوا ليلة الحادثة تواجدا مكثفا لسيارات غريبة تحوم حول السجن. الكل لاحظ ذلك سوى السلطات ورجال الأمن. عدد كبير من رجال المخابرات الجزائرية انضم إلى الجماعات المسلحة في الجبال بعد هذه الحادثة. الشيء الغريب في الأمر هو بداية التصفيات الجسدية في صفوف الجماعات المسلحة. كان لكل جماعة مسلحة في الجبال أميرا ومفتيا، لا يقطع الأول أمرا دون أن يستشير الثاني. كم من مفت تم قتله على يد المسلحين الجدد الذين فروا من سجن لومباس لأنه حرم قتل المدنيين والتعدي على أملاكهم. هل اختلقت المخابرات الجزائرية هذا الفرار الجماعي لزرع رجالها في الجبال التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة؟ هل كانت هذه العملية مفتعلة؟ الكثير في منطقة تازولت لا يشك في ذلك. لكن سرعان ما دخلت الجزائر بعد الهروب الجماعي لمساجين تازولت في دوامة الإرهاب، وأصبح الشعب يستيقظ كل يوم على أخبار مجازر جماعية طالت الأطفال والنساء والشيوخ، مجازر لم تشهدها البلاد حتى أثناء الاستعمار الفرنسي.